أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعجب آيات الله وكل آياته عجيبة اللسان، فهذه اللحمة التي لا تبلغ قدر نصف الكف سعة تصنع العجائب المتضادة، فخيرها لا يثمن وشرها لا يقدر، وزمامها إطلاقا من أشكل المشكلات، أما تعديلها بأن تلزم الجادة فلا تنحرف يمينا وشمالا فيكاد يكون من المستحيل. للحديث عن فوائد الصمت والكلام ومضارهما وكيف نوازن بينهما وآلية معرفة متى نصمت ومتى نتكلم، نستضيف الخطيب الحسين الكبير خادم الزهراء والحسين سماحة العلامة الشيخ مرتضى شهرودي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، سماحة العلامة خادم الحسين والزهراء في لبنان. الله يعزكم سماحة الشيخ. طبعا للكلام فوائد كما للصمت، فهلا تكرمتم علينا ببعض فوائد الكلام وفوائد الصمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل وعلى العترة الطاهرة والأنجم الزاهرة الباهرة، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والإكرام سماحة الشيخ. ثم السلام على المشاهدين والمستمعين أينما كانوا ورحمة الله وبركاته. الحياة تبدأ من الكلمة، والعبارة تبدأ من الكلمة، والقرآن بدأ بالكلمة، والكتب التي هي تراث الإسلام والمسلمين كنهج البلاغة والصحيفة السجادية ورسالة الحقوق، وكل كتاب ثمين بدأ من الكلمة. الكلمة نقطة الانطلاق، وهي روح الحياة، وهي التي تعرف شخصية الإنسان. إن هوية كل إنسان مجهولة، هذا الجهل وعدم المعرفة متى ينكشف؟ إذا تكلم. فالكلمة هي المعرف، لذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: تكلموا تعرفوا. نعم. وفي عبارة جليلة أخرى له سلام الله عليه يقول: تكلم حتى أراك. نعم، معيار. تكلم حتى أراك. وقيمة الإنسان كذلك، إنما أداة حصر، إنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه. 50% الروح، 50% الظاهر، باطن ظاهر، قلب لسان، خلق خالق، سيرة صورة، باطن ظاهر، روح جسد. لأن للإنسان بناءان، بناء ظاهري وبناء داخلي. إنما المرء بأصغريه بقلبه، إشارة إلى البناء الداخلي.
ولسانه البناء الخارجي. فإذا كانت الكلمة نافعة كما أشرتم في عبارتكم الجليلة يا دكتور حبيبنا، حبيبنا سمحت الشيخ، وأنت أستاذ ما شاء الله، أنت الفرع الزائد على الأصل، أنت مقدم في هذه الحلقة والحال أنا أكون مقدم. تلامذتكم نحن سمحت نفتخر بكم أستاذ جليل، افتخر بكم سمحت، ودكتور حقيقة متضلع، الله يحميكم مولاي. الكلمة إذا كانت نافعة وينبغي أن تكون نافعة، إذا كنا من الصالحين من المؤمنين من علامات المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو يعني الكلام غير المفيد، ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفة المتقين في خبر همام أو همام حينما سأله يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أراهم أنظر إليهم، هكذا صف لي. بدأ فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. ثم يأتي ويعدد صفات وخصال المتقين. أول إشارة يقول منطقهم الصواب، الصواب الصواب يعني الكلمة الطيبة، الصواب يعني الواقع والحقيقة، هذا الصواب. منطقهم الصواب. المتقون أول صفة عندهم ما هي؟ المنطق الصواب، منطقهم الصواب، ثم مشيهم التواضع، ملبسهم الاقتصاد، إلى آخر كلامه وخطبته العصماء روحي له الفداء أمير المؤمنين. فكما أشرتم إذا كانت طيبة، لأن لدينا في التفسير تفاسير القرآن تفاسير هذه الآية الطيبات للطيبين، طبعا تفاسير عديدة فيها، الطيبات المرأة الطيبة، الفتاة الطيبة للإنسان للرجل الطيب، الزوجة الطيبة للزوج الطيب، وتفاسير أخرى منها الطيبات للطيبين، يعني الكلمات الطيبة لا تخرج إلا من الطيبين. الله الله. فالطيبون هم أصحاب الكلمة الطيبة. تفضلتم إذا كانت طيبة وصالحة لا يقدر ثمن هذه الطيبات والثمرات التي تخرج من الكلمة الواحدة كلمة طيبة، ولا سمح الله إذا كانت غير طيبة ما هي العواقب والعقبات والآثار السيئة والعقوبات. كلمة واحدة يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة، نقمة، حديث جليل، جليل نعم، رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. تارة كلمة واحدة خارجة عن دائرة الصواب، كلمة غير مفيدة تؤدي بصاحبها إلى الكفر، تؤدي بصاحبها إلى الإعدام والقتل والشنق. كثير في الحياة وفي الدنيا يؤول أمرهم إلى الإعدام والقتل بسبب كلمة، بسبب كلمة واحدة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخطر عضو في جسم الإنسان اللسان، كما تفضلتم في سؤالكم اللسان. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم سلامة الإنسان في حفظ اللسان. ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في كل يوم اللسان يتوجه إلى الأعضاء والجوارح كلها، ويقول كيف أصبحتم، كيف حالكم، خطاب إلى العينين إلى الأذنين إلى وسائر الجوارح، وسائر الجوارح كلها، فالكل يقول نحن بخير ما تركتنا.
هذا جواب إلى اللسان. نعم. أنت بخير تتركنا إحنا بخير، لكن أنت إذا تلفظت أيها اللسان صدرت كلمة واحدة غير طيبة فيها أخطار، إحنا الأعضاء كلنا نتعذب ونتأذى فمصيرنا بيدك أيها اللسان. نعم. ويقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم. الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة تعطي ثمارها وتعطي الفوائد. نعم. في كل يعني فيها علة مبقية، فيها استمرارية، فيها عطاء مستمر وكامل. الكلمة الواحدة الطيبة، كلمة طيبة واحدة ربما تكون وسيلة لهداية مجتمع. نعم. الآن نحن في جواركم وفي خدمتكم، نحن في خدمتكم سمحت في هذا اللقاء الكريم في رحاب الحسين. روحي له الفداء، روحي للحسين الفداء يا خادم الحسين. أنا تشرفت وحضرت وأنا على وضوء لقدسية اسم الحسين وقناة الإمام الحسين، روحي له الفداء. طيب الله أنفسكم. في هذا البلد الكريم، نحن في لبنان، نحن في جنوب لبنان الآن، نحن في منطقة القصيبة، جنوب لبنان يتفجر تشيعا وولاء. أتعلمون وأنت أعلم من هو السبب؟ هو أبو ذر الغفاري. أبو ذر غرس بذرة التشيع والولاء في لبنان. جنوب لبنان أصبحت هذه المنطقة بلد طيب للعلماء والفقهاء، أعظم فقهاء الإمامية من هذا البلد من جنوب لبنان. والسبب بركات وكلمة طيبة، كلمة طيبة واحدة بدأ بها أبو ذر في هذا البلد، وهذا النتاج 1400 سنة. هذا تأثير وأثار الكلمة الطيبة. الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الشيخ البهائي، تذهب إلى رمسه وقبره الطاهر بجوار علي بن موسى الرضا الإمام الرؤوف روحي له الفداء. هذا العلم العيلم، هذا الحقيقة، الرجل المعجزة في اختراعاته، في اكتشافاته، في علمه، في لغته، في شعره، في اللغة العربية إلى أرفع مستوى من الفصاحة والأدب، في الشعر والأدب الفارسي أيضا. هذا كله من بركات وتجليات كلمة طيبة كل هذه الثمرات من الكلمة الطيبة لأبي ذر الغفاري. نعم. إذن الكلمة الطيبة هذه ثمراتها. نعم. لا سمح الله إذا لم تكن طيبة أيوة، ما هي العواقب؟ ما هي العواقب؟ نعم. ولذلك نرى أستاذ دكتور عباس حفظك الله، حفظكم الله، نرى أن جل المعاصي تصدر من اللسان. جل المعاصي، إيه؟ المعاصي الكبيرة المهلكة. الكذب عن طريق اللسان. نعم. كذب، قيل للإمام الصادق: يا ابن رسول الله، محبوكم يرتكبون الحرام؟ قال: ربما. شيعتك يرتكبون الفاحشة؟ قال: يمكن. يشربون الخمر؟ يمكن. ويتوب مثلا؟ نعم يتوب. نعم. يلعبون القمار كذا كذا؟ قال: يمكن يمكن. قال: سيدي، شيعتكم يكذبون؟ قال: لا لا. ربما لأن الكذب يذهب بالمروءة. المروءة ربما، هذا أي مقالة جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه. هبط الأمين جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، إن الله يبلغك السلام ويقول: إني شكرت لجعفر بن أبي طالب 4 خصال.
أخبره جبرائيل. فأقبل جعفر، رسول الله قال له: هنيئا لك يا جعفر، هنيئا لك يا ابن العام، ما الخبر يا رسول الله؟ قال: إن الله شكر لك أربع صفات، عندك أربع صفات لم تبح بها، مخليها مستورة غير مكشوفة، ما هي؟ قال: يا رسول الله، لولا أن الله أخبرك ما أخبرتك. شو تسوي بعد؟ عندك فد موظف مسؤول يأتيك بكل المغيبات، جبرائيل. نعم. قال له: هاي شنو الصفات؟ طبعا حديث مفصل: يا رسول الله، ما شربت خمرا قط لأني علمت أن لو شربتها لزال عقلي، ما عبدت صنما قط لأني علمت أنه لا يضر ولا ينفع، وما زنيت قط لأني خفت إذا عملت عمل بي، وما كذبت قط لأني علمت أن الكذب ينقص المروءة. الله، جعفر بن أبي طالب. إذن الكذب، نرى في سورة واحدة كم مرة الله عز وجل يقول: ويل للمكذبين، والحال ويل أعمق حفرة في نار جهنم. هذا الويل. نعم، الويل هذا مصير ومنزل الكاذبين المكذبين. الكذب عن طريق الكلمة، كلمة الكذب، الافتراء. نعم. إنما يفتري الكذب منه الذين لا يؤمنون، أصلا إيمان ما عند الكذاب. الله. الفتنة يعني معاصي وموبقات خطيرة تهد الجبال وتهدم البيوت، كلها من الكذب. الإنسان الكاذب نستجير بالله. يقال أن رجل تاجر ما كان عنده أولاد، كان يحتاج إلى مندوب وعامل وموظف يستعين به ليجعله سنادا له. فتش، يفتش عن القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوة عنده في العمل، أمانة هم عنده. فجاءوا إليه بشاب حسب الظاهر ممتاز، فصاحبه قال لهذا التاجر، قال: هذا من رأسه إلى قدمه كمال، وقعت على الخبير، عنده عيب واحد، يكذب. قال: عجيب، كم يكذب؟ قال: في السنة مرة واحدة. قال: عجيب، بالسنة كذبة واحدة؟ احنا باليوم 20 كذبة نكذب. خليجي ما يخالف. يوم يومين شهر شهرين، رأى كل الخير والأمانة في هذا الموظف، فذهب إلى الحاج التاجر مطمئن، مطمئن، استعان بهذا الموظف، سلم بيده الأمور الداخلية الخارجية حتى العائلة، كل الأمور بيده. ذاك الزمان الحج مو مثل هذا الزمان، أسبوع 10 أيام وطائرات، لا، على الآبالي وعلى الدواب وسفر الحج أشهر عديدة كان يطول. وبعد أيام والحاج غاب عن عائلته، أقبل هذا الموظف الكذاب، إجا موسم الكذب، كذبة واحدة هي، إجا وقته، أقبل إلى عائلة الحاج، أخبرهم، أخبر العائلة وبنات الحاج، يبكي: ما بك تبكي؟ قال: إجانا خبر الحاج، في الحج مات. لا حول ولا قوة، هاي الكذبة. ماذا حدث في البيت؟ زوجة الحاج، العائلة، كذا، أقاموا مجلس الفاتحة، التجار أقاموا مجالس العزاء ومجالس ومحافل كثيرة وكذا، صار سابع الحج وقبيل 40، وإذا فتح الباب الحاج دخل داره. أولم تموت؟ فواتح، أسبوع، 40، أنت مو ميت؟ إيش فيكم؟ شنو هالسواد؟ شنو هالبكاء؟ قالوا: إجانا خبر. منو قال لكم هذا؟ قال: لا، الله يلعنك،
الله يلعنك كذبت كذبة واحدة لكن عجيب كانت كذبة خطيرة خطيرة أخطر من السمك اللي نعم هذا اللسان هذا اللسان وغير الكذب أيضا غير الكذب قلت لكم السباب نعم من الذي ارتكب أكبر جريمة إعلامية في التاريخ ضد أمير المؤمنين يعني ضد رسول الله يعني ضد رب العالمين يا علي من سبك فقد سبني ومن سبني فقد سب الله خلاص ابن آكلة الأكباد معاوية ترك هذه السنة أو البدعة منتشرة فيما بين المسلمين قرابة 70 سنة لعنته في الشام 70 عاما لعن الله كهلها وفتاها شتمونا بن الزمان فصنا عرضنا عنهم بترك الجواب ما قصرنا عن الجواب ولكن لا تضر الأسود نبح الكلاب الله 70 سنة هذا السب واللعن عن أي قناة أي قناة وأي بعد أي مكان من اللسان بعد اللسان وسيلة اللعن اللسان وسيلة السب لا تكونوا سبابين الإمام الصادق سلام الله عليه خاطب شيعته لا تكونوا سبابين السب الكذب الافتراء التهمة الغيبة إياك والغيبة رسول الله يقول دكتور الله يحفظك هذا اللقاء تقريبا 180 أحاديث وروايات وآيات كانت لا. كلام خارجي ما كان عندنا لا. صح يعني كلام الله عز وجل كلام أهل البيت وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه أمير المؤمنين سلام الله عليه نقرأ في الجامعة الكبيرة زيارة الجامعة كلامكم نور 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 يتجلى كنور لكن ما أي إنسان يعني قادر يتلمس هذا النور سماحة الشيخ نعم متى يتلمس لكن نشعر يعني المؤمنون يشعرون بهذا النور نعم عندما تقرأ روايات أهل البيت عليهم السلام وما سواهم تعرف نورانية كلامهم صحيح سماحة نعم أحسنت نعم متى يتجلى هذا النور في قلوبنا إذا عرفنا صاحب الكلام صاحب العبارة ما. إذا عرفت من هو أمير المؤمنين أعرف دعاء الصباح إذا عرفت من هو عرفت من هو أمير المؤمنين أعرف عبارات دعاء كميل نهج البلاغة إذا عرفت زين العابدين أعرف الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق من أدرك الحسين سلام الله عليه وعرفه وعرفه يعرف فلسفة وحقيقة دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة الله دورة كاملة علمية وأنا صرحت حتى في عرفة في عرفة وفضائيات تقريبا 7 فضائيات تبث بث مباشر وملايين الناس يسمعون قلت ينبغي ويجدر بالمسلمين والجامعات الإسلامية أن تدرس هذا الدعاء خصوصا كليات الطب لما في دعاء الإمام الحسين من عبارات علمية طبية مولانا الإمام الحسين قبل 1400 سنة يذكر أسماء قطع غيار جسم الإنسان بعض القطع الصغيرة الغضروفية يذكرها بالاسم منذ 1400 سنة أو أكثر أين كان العلم ذاك اليوم؟ أين كان الطيب؟ أين كانت هذه الأسماء؟ يذكرها معجزة يعني من المعاجز العلمية للإمام الحسين هذا الدعاء إذا عرفنا فاطمة الزهراء نعرف كلامها وعظمتها لكن هذا الشيء محال فرضه فرض المحال يقول العلماء فرض المحال ليس بمحال لا. الإمام الصادق يقول من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر لا. يعني شنو لأنه الله عز وجل يقول وما أدراكه
وما أدراك ما ما ليلة القدر. إذن هذا سر يعني فطم الناس عن أحسنت عن وهذه من معاني فاطمة. أحسنت. فاطمة فطم الناس عن كنه معرفتها إلا طبعا الله والرسول والأم المعصومين سلام الله عليهم. سلام الله عليهم. نعم. نشكركم سماحة العلامة الشيخ مرتضى على هذه المعلومات وهذه الكلمات الغنية التي تفيد المجتمع الإسلامي. إن شاء الله يعني تبقى الله يبارك فيك وتبقى ويطول بعمرك بخير من الله وعافية. الله يديمكم. كي ترفد العالم الإسلامي بهذه الخيرات وهذه الكلمات النورانية لأهل البيت والآيات المباركة. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. لكن ذكرتم الجانب العلمي. نعم. ومواد هذا اللقاء. نعم. لكن لقاؤنا كان أبتر وكان خالي من الموعظة. نعم. الموعظة في الكلمة. نعم. وأنا أشير إلى إخواني أبنائي. نعم. المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. نعم. ألا يصدر منهم إلا الكلام الطيب. أحسنتم. أيها الرجل أيها الشاب المؤمن، تكلم مع والديك بما أمرك الله عز وجل وعلمك في كتابه العزيز، وقل لهما قولا كريما. أحسنتم. يعني كلام فيه حفظ كرامة الوالدين. أحسنتم. لا ترفع صوتك أمام أمك أمام أبيك أمام، لا تتحدث مع أولادك برفيع صوتك، تعامل مع أبنائك بكلمات طيبة، لا تعودوا أولادكم بكلمات نابية، لا تسب أحدا أمام أولادك إنهم سوف يتعلمون السباب، لا تشتم أحدا، لا تغتاب أحدا، فإنك سوف لا تقدر ولا تهيمن على أولادك أن تمنعهم من الكذب من الغيبة. لا. ابني لا تكذب. يقول أبا كذبت قبل يومين، أنت تكذب. لا. أنا ما أكذب. لا تغتاب. يقول بوي أنت دائما تحمل الغيبة تغتاب الآخرين. على كل حال إن شاء الله حيث أن هذا اللقاء محور الكلام كان الكلمة والكلمة الطيبة، إن شاء الله الكلمة الطيبة نستعملها أولاً في أهلنا في أسرتنا مع زوجتك. المرأة والزوجة تستعمل كلمات لطيفة. ابنتي العزيزة أنت رقيقة، أنت ريحانة، فلو كان زوجك يتكلم بالكلام غير الطيب لا تعامليه بالمثل، إذا كان سباباً لا تعامليه بس أنت تسب أنا ما أسبك، إذن إذا أنت شتمتي كما هو شتم إذن ما الفرق بينك وبينه؟ أحسنتم. فإن شاء الله إن شاء الله بحوله وقوته وببركة الإمام الحسين روحي له الفداء كلنا نستعمل الكلمة الطيبة في أسرتنا مع أولادنا مع زوجاتنا، الزوجة مع زوجها، مع أقربائنا، مع أرحامنا ومع سائر الناس. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طيب الله أنفاسكم سماحة الشيخ، نشكركم على هذه المعلومات الغنية، كما نشكر مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية. إلى أن نلتقيكم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.